السلام عليكم. اليوم نروحوا لولاية أم بواقي لنتعرف على مصنع جديد لإنتاج البطاريات واللي تم فتحه الأسبوع هذا، واللي يعني نشوف النوعية على الإنتاج هذا اللي إن شاء الله يساهم في الاكتفاء الذاتي من هذا النوع من المنتجات البطاريات التي تستعمل في جميع أنواع المركبات، واللي المصنع هذا عرف تأخر كبير بسبب يعني العراقيل البيروقراطية التي كانت تثقل كاهل المستثمرين الجزائريين وتحطم من عزائمهم وتخلق نوع من عدم الثقة بين المستثمر بصفة عامة الداخلي أو الخارجي مع يعني الحكومات السابقة. الآن إن شاء الله بفضل اللجان التي يعني تم إحداثها على مستوى الولايات، لجان اللي بحث يعني المشاكل تاع المستثمرين والرفع من العقبات اللي كانت يعني في وجه هذا المستثمرين، من بين عدة مصانع تم يعني الإفراج عنها وعند عدة استثمارات، يعني نجد هذا المصنع الهام والكبير الذي تم افتتاحه في الأسبوع الماضي في ولاية أم بواقي لإنتاج إذن البطاريات. فهنيئا للولاية بهذا الإنجاز، وإن شاء الله المزيد في المستقبل. نخلكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.